ده عمل فني لفرقة رحلة، الفرقة دي يعني عملت المسرحية، والمسرحية اتعرضت امبارح في بيت الأمة. من خلال أحداث المسرحية اللي بتدور في المجتمع حاولوا إن هم يرصدوا الواقع، وبيأكدوا على نقطة مهمة جدا، وهي إن حرية العقيدة وحرية التفكير مكفولة للجميع. منى طارق سلطان حضر المسرحية امبارح. حكاية كل يوم كانت عنوان للعرض المسرحي في بيت الأمة، وجاء متواكبا مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقدم العرض مجموعة بشرة التنمية الفنية والثقافية، وهي مجموعة من الشباب الجامعي الذين قدموا مواهبهم وفكرتهم القائمة على استغلال البعض لنجوميته حتى يصل إلى السلطة. مش كل الموجود مكتوب في الجرائد، ومش كل النجوم اللي موجودين في الجرائد نجوم بجد. بعضهم بيبقى بيتاجر بكلام كتير من اللي بيقوله عشان يبقى ياخد برستيج كويس عند الجمهور. ده اللي العرض عندنا قايم عليه. بنحاول عن طريق ده ان احنا نقول للناس حريه التعبير مكفوله، ده منطقي، لكن حريه التفكير كمان مكفوله. مش كل اللي يطلع لنا من جورنال او يطلع لنا من اعلام يصدقوا بسرعه، لازم عقلنا يعمل جنب ده. النهارده اخترنا ان احنا نحتفل باليوم ده في مجموعه بشر للتنميه الفنيه والثقافيه عن طريق ان احنا بنعرض مسرحيه، المسرحيه بتتبنى المفاهيم اللي احنا عاوزين ننشرها. غير كده المسرحيه اصلا بترعاها مجموعه بشر، هم اسمهم فرقه الرحله، كلهم من الممثلين الجداد، بس رغم كده قدروا ان هم يحققوا نتائج هايله في المهرجانات اللي نزلوا فيها. فرقه رحله بمجموعه بشر للتنميه الفنيه والثقافيه وبما يملكونه من ادوات استطاعوا